سليم توفيق رحمه الله كان واحد الشاب ما فضلته قدامكم، كان في عمره 35 عام، ولكن إلا شفتوه تعطيه هذيك 30. كان ساكن في واحد المحل على قد الحال، ولكن كان محلق على المصيرف، كان متول وكان عنده ذوق زوين. كان ساكن بوحده، هو واحد الفريغ عم كان كيفرق لها. سليم كان ديما خصو يهضر، ديما خصو يعبر. بكري على الاقل جمع معنا هادشي حيوان. محمد الجمالي المدير العام للمكتب الوطني للوقاية الاجتماعية، منصب مهم. السيد المدير العام ضرب فيه يديه مزيان. هذيك الساعة في السبعينات ما كانت لا حملة تطهير ولا مزن، عمرني ما شتي إنسان اللي جاي بحالو. كان هو سبب البلا كله. طحر سمعي سمعي، العمال محرومون من حقهم في الإدارة. شفتيهم لا غفاين وصلات السلطات اللي جاو، لا حتى هو صحفي. أنا ما عرفتش كيفاش هاد النوع من الصحافة ديال الزبل كتخليه الرقبة يدوز. هادشي ما خصوش يبقى يتنشر، كيخضروا به عقل الشعب. يا خلاص اسمع، علاش تفكر راسك على الصباح على ولد السلطات اللي كاتب جوج كلمات في هاد جريدة الليل؟ آه بابا، علاش كتهجروا على السلاد؟ صاحبي كريم بابا ما تيقرا غير باغي ماتش في فيكاغو. كمل فطورك خلاص يا ولدي، راه شكرتي زينك. خليه يتسنى، شنو هي خدمته؟ شي على الشيفور، خفتك توصل معطل. ما تخافيش ما غاديش نوصل معطل، ما تخافيش. زيد لنا شي قوازي. سليم كان عزالي يهضر مع اي واحد. كان عنده واحد صديق كلوشار، جبران لو كلوشار، و لانتيليكتوال كلوشار ديزي. جبران كان استاذ ديال الفرنسيه في اول الستينات. واحد النهار ولا كلوشار كيشرب الكول وكينعس في الزنقه. بحال هاد البشر كان منهم عدد، شي كان عادي في هذاك الوقت. بنادم كيكون نورمال ولا زغب الله وتقبض في شي مظاهره او شي اضراب، كيمكن ملي يخرج يولي كلوشار. هادشي كان عادي. سليم ياك ديما كنقول لك انا ما كنشربش اتاي الصباح، وانت كل نهار كتعرضو عليا باش تفهم راسك مون بليد. حرب الغمزه هاك انت واحد يميل ذكي، وهاد الصباح ربحتي 8 على 10 ياك. ودابا ارضي عليك 10 على 10. الله يهنيك، خلينا نخدمو. سليم عندك بالعشية ملي تكون راجل نسى وما تجيبش ليا الجورنال. كل صباح كنت كنشرب قهوة مع سليم. كنلقاه سبقني للقهوة، قاعدة هي القاعدة، ديما فيها بكري وخيبة سكران. ماكل هذا بس عصبة.
لا يا صاحبي، ملي نقطع عليك نسد واحد الجيل وفي حكم من الناس. علاش قلت النهار الاخر تكون ضايع نسبين شهور؟ المهم هذه المشكله ياك لاباس. بالك شي واحد من عائلته مريض في السبيطار ولا ما يا سعد عليك بالصبر. قول قيوة قول. ولي ما شفتيش حاجة في السمع ديال الصبر. منين؟ خويا كبير عند الدماغ. تنقول مع راسي مالي صبح الناس تقول لي انت باقي متهمين. ايوا الانسان خصو يكون مسؤول وحر، الا ما حس بالحريه ديالو كيفاش يبات يكتب ورقه بحال هذو في الصباح؟ مازال كنتذكر الاجتماعات ديالنا مع رئيس التحرير كل صباح. صحفيين كلهم كانوا متحمسين وكل واحد فينا كان كيدافع على المقال ديالو بحماس كبير، ولكن سعيد يمكن الحماس ديالو برد، كان كيبغي المهنه ديالو. باقي كنشوف فيه بحال ليل الله البارح، كنت معجب بيه بزاف، كان كيفكرني فراسي ملي الله بديت قبل ما يدرسوا لي جناحي. عندكم 30 دقيقة، بغيت التدخلات ديالكم تكون مختصرة ومن قبل أي تدخل يكون خارج على نطاق جدول العمل. نبدأ بسي رئيس مصلحة الحسابات، تفضل سي حبيب. شكرا سعادة المدير العام. إلا سمحتوا باش ما نطولش، وجدت كل شيء في هذا التقرير، واللي يمكن نقول هو أن النتيجة ديال سياستنا المالية أعطت الثمار ديالها. ويمكن نبشركم سعادة المدير العام باللي عندنا فائض في الميزانية ديال المكتب. هذا الفائض اللي خصنا نستعملوه قبل راس السنه، والا نتكلموا على النقطه هذه من بعد في المكتب ديالنا. ما كنظنش بان نسال هذا الفائض المزيان عندها علاقه بجدول هذا العمل. تعرف سيدي، اذا سمحتوا سعاده المدير العام، قسم الشؤون الاجتماعيه كيهمه بالدرجه الاولى هذا الفائض اللي تكلم عليه السير حفيظي، والمهمه ديالي هي اداره التسيير ديال الشؤون الاجتماعيه ديال المكتب عموما. لذا كنقترح بكل تواضع وبكل صراحه باش هذا الفائض يتدفع للتعاضديه، وهكذا راه غادي نحلوا عدة مشاكل اجتماعية ديال الموظفين الصغار. ثقوا بيا، كل الموظفين كيجيو عندي للمكتب ويوميا تقريبا كيتشكوا من الظروف المادية الصعيبة اللي كيعانيو منها هما والأسر ديالهم. يكفي هاد السي حسن، يكفي. كنت تكون محامي ماهر كيظهر لي عكست في أول جلسة على احترام جدول الأعمال، لكن معليش كيعجبني الحماس ديالك، كل صراحة كيعجبني، وإن كنتي كتبرف شوية، وهادشي علاش دائما كنت كنقول لك ما تبقاش فاتح باب المكتب ديالك للمنوله. هذه راه اداره ما هيش اداره خيريه، ما كنتيش تبقى كتهضر وقتك في استقبال الموظفين اللي ما عندهم كرامه ولاو سعايا. قلبك هشيش بالنسبه للمنصب ديالك السي حسن. واش هادو باغيين يخرجوا عليا ولا مالهم؟ راك عارف شحال حنا اليوم في الشهر؟ عندي 40 ريال تجيني. ها؟ واعد 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 يا ولا دابا هذا المجتمع فاش عايشين حنا؟ خاصني نوض نتسلف ونتكلف باش ندير الخاطر لمراتي، باش هي دير الخاطر لوالديها اللي جاو باش يديروا خاطر واحد من فصيلتهم مريض نعس في السبيطار. وانا شكون يدير لي خاطر يعني؟ الله ينعرفو الزواج اللي كان هكا. ودي ويل ويل، لا اللي طالع بغا يهبط واللي عاوط بغا يطلع. اش غدير مليح؟ لا تقصر معايا، غندير لك خاطرك انايا، نسى الهم. من بعد الاجتماع السبعاني للمكتب ديالو ممثل النقابة، راسك سخون ها؟ قليل الأدب، أنت ما مربيش، شكون كراك باش تخاف لينا يعني؟ وشكون أنت باش تبدا تقصارح؟ سا
سعادة المدير العام أنا ماشي قليل الأدب، وما عمري توجهت لكم بدون احترام، إنما كان من الواجب ديالي نطرح مشكل اجتماعي، وإلا كان شي فائض ميزاني كنعاود نقول مرة أخرى هاد الموظفين اللي عندهم عدة مشاكل خصهم يتمتعوا بهاد الفلوس، والموظفين ماشي سعايا، المسؤولين اللي كيعطيهم 500 درهم في الشهر هما اللي جعلوا منهم سعايا، وكنظن أنا قلت اللي كان خصو يتقال، مستعد نتحمل كل العواقب. العاقبة هي أنك من الآن غادي تسمح لها شيء، الشخص الوحيد في الإدارة اللي كيقول لي اقترح هو أنا. اسمع، كان أمر من الآن لهذه اللحظة باش الحسن يتوقف وما تبقى عنده أي صلاحية. واخا سيدي. هذا القرار غادي توصل به من طرف الوزارة. السلكة الإداري انتهى. ما عندك الحق لا في التعبير ولا في إبداء الرأي. ما كاين غير القمع. مش غادي نبقاو ديما هكا مقموعين. مستحيل. قد نطلع الليل كيتبع النهار. حتى واحد ما بغيش خايب لنا فيها أبدا. وحتى هاد المدير اللي دخا دابا يجيب ربي اللي دخا عليه حتى هو. الو سيريس ولي التوفيق هو هذا شكون برا؟ ما يمكنليش نقول لك سميتي زايد ما بغيتش نديك والو قريت هذاك المقال اللي كتبت على المكتب الوطني للوقايه الاجتماعيه ايوا هذاك الشيء اللي كتبتي غير صحيح الارقام كلها اللي عطوك وهميه نسيت جمالي ايه واكبر شيء هذه اللي عطوك انت متاكد سميتو واخا انا كنسمع اسمع انت اسمع اختلاس في ميزانيه المكتب الوطني للحمايه الاجتماعيه فيرما حصل عليها في ملال باستغلال امتيازات المنصب علاقه حميمه مع ميمون المسمى الثعلب مهرب معروف ديال الحشيش ما يخصو خير هاد الجمعية إلا حصلت على الحجوج لهاد الشي غنجيبو في الأوردر وديه مع أخوك وأنت كتعرف فين تاكل هذا عمر شفتك أنت ماشي هو هذاك اليوم لا لا غير تعصبت شوية في البيرو نعم مع واحد رئيس مصلحة شكون هاد الحمار اللي غير لي طبيب الزيت عليك ياك عقبتي اللي لا يوريك مسختو رديتو كأنه عمرو ما كان رئيس مصلحة باف هكذا كتعجبني تبدا تسطيتي ولا مالك راك ما غاتجبد على راسك عيب لا معاد النوع ديال البشر إلا مشيتي حتى دخلتي لهاد الشبوقات ما غاديش تفك من المشاكل تبت الله ذلك نحدك مازال ما درتي في الطاجين ما يتحرك هادي وانا كنتسنى طيح في يدي شافر هادي دابا كتقول لي تبت عمار جا الوقت فاش نتحداو المحرمات جا الوقت فاش نبداو نعتو في الصباح هادو هاد الحرام اللي كيسحاب راسهم فوق القانون هذا مبدا كنآمن به خصو يبقى غير كلام اش مازال ما كتقصد بهاد الهضره بلي انت حسين ولا بلي صحفي بحالي اللي وصل ل 48 سنه صافي حزق عليه الكرام زعما حنا دخلنا الحبسات ما دخل ضربونا فكرتينا على دخل ضربو نحكي لك اول مره جيت للجريده كان في عمري 22 سنه فريشك فرحان متقاف ايديولوجيا طلعت لاسانسور لقيت واحد السيد طويل وعريض ماريو صباح الخير صباح الخير اخ انا صحفي في الجريده جمع يدي ومرمقها معايا مرحبا والله يا خويا علاش انا مازال وقت الدواب قال لي لا هذا تصبيق على داكشي اللي راني تكتب واش نسيتي باللي كاين الناس اللي نازلوا قبل منك واكتريتهم او اغلبيتهم بيوحي في الطرطوارات كيشربوا الكول على قلوبهم او لا قلبوا الفيستا فهاد الصراع تيق بيا انت اللي غادي تخرج من هازي ما تقدرش عليهم ما تقدرش على موظف سهمي ديال الدولة ما تقدرش ما تقدرش هذا هو الوقت اللي بغيتو تخليونا الخوف والرعب والرقابة الذاتية
دخلت عليك بالله عمر، واش انت اللي علمتيني الحرفه باغي تقنعني بهذا الخطاب النظامي؟ خصني نطيح كواريا للارض حيت ما نقدرش على الصراع مع موظف سامي ديال الدوله. وعلاش؟ حيت القانون ما ندير غير البخوش، كبار ما كيحكمش فيهم القانون. ها؟ لا عمر ما متفقش معك، عمري ما نتفق معك. حتى لو نساعد تمشي، ها؟ حيت هذا هو السؤال اللي خصك تطرح على راسك. إذا خرجتي اللعب مع هاد السي الجمالي خص تكون مستعد تمشي في الصراع حتى النهاية، أولا باش تبقى عندك مصداقية. واش أنت مستعد تمشي حتى النهاية؟ تقصد واش مستعد نعمر بحياتي؟ مثلا بعمر انا ما عندي لا حمول يا مينا، مستعد نمشي حتى النهاية. تعرف يا سليم، كل ما كانش حمدي ثقيل المرأة والدراري كنت مشيت معك في اللفة حتى النهاية. سليم كانت عنده طريقة خدمة خاصة به، قرر يمشي يشوف الجمال، شيء اللي حتى شي صحفي ما كان يزعم عليه. يمشي يعلم صاحب دعوته، كان باغي يشوف رد الفعل ديال جمال. هكذا كان سيدي. نعم سيدي. واخر. تفضل سيدي. غير رسمية باش نبلغ لكم واحد الخبر توصلت به هاتفيا من شخص مجهول. هذا وقت الله. كتصلي الشاي، الصلاة اللي ديرها فرض، خاصك تكون كتصلي. شنو هذا الخبر؟ الحقيقة الخبر شوية صعيب، حيت كيتعلق بالنزعة والاستقامة ديالكم. وشكون هذا اللي كيتجرأ ويشك في الاستقامة ديالك؟ ماشي أنا سعادة المدير، ولكن حسب هذا الشخص المجهول، يبدو أنكم حصلتوا على فيرمة ديال ألف قطار في نواحي بن ملال باستغلال امتيازات المنصب. ثانيا علاقة حميمة مع شخص مشكوك فيه. ثالثا واخيرا اختلاس في الميزانيه ديال المكتب. وصلت بك الوقاحه لهذه الدرجه؟ واش ما انتش عارف بانك كتكلم مع مدير عام ديال الاداره العموميه، مدير عام اللي غدا ولا بعد غدا غادي يصبح وزير؟ النجاح ديال الانسان دائما كيخلق الحسد. دابا انا قلت لك انا ولد الشعب ما تيغنيش. سعاده المدير العام كنا ولاد الشعب. لا انا من الطبقه الكادحه ديال الشعب. الوالده ديالي كانت كتشفف في البيوت باش قراتني. عشت في الفقر المبقع والنجاح اللي وصلت له وصلت له بالكفاح ديالي فقط. اليوم لله الحمد وليداتي كيقراو في المدرسه الامريكيه بالملايين في السنه، والخلصه ديالي كلها كتمشي في المدرسه لانني ما بغيتش نمشي سكر صلحي. ولكن الخلصه ديالكم كلها كتمشي في المدرسه الامريكيه، كيفاش كتعيشوا؟ لا ماشي لهذا الحد، خير بين وجوه
انا مفلسه الحلال وعارفك بزاف. على محال جيت لعندكم لانني فكرت انه من اللاحقه نخبركم وناخذ الراي ديالكم، لانكم اول شخص كتهمو القضيه. كيفاش كتكلم على قضيه هذه مجرد دعايه بخصب جايه من شخص مجهول؟ ومع ذلك كنشكرك اللي جيتي على سيدي، ما غادي ننساكش. الا سمحتوا ما نبغيش يوقع شي سوء تفاهم، ما جيتش لعندكم بما لا انتم فهمتوه، جيت لان العمل ديالي كيفرض عليا اثبات اي خبر. ها من بعد؟ من بعد الى الخبر كان ثابت والحجج ملموسه ما كيبقى لي ديك الساعه الا القيام بالواجب ابلاغ الراي العام. اما خدمتك انا شخصيا كندافع على حريه التعبير وحريه الراي، وهذا الشيء كيبرهن بان الدوله ديالنا ولله الحمد دوله غير متخلفه، بان الشعب شعب واعي وناضج. انما عندك تولدو ويخلعك، لان هذا الشيء اللي عندك كيخصو حجاج وحجاج واضحه، وبلا حجاج هذا الشيء كيتسمى قدح، وقدح ضد موظف سامي نزيه كيتسبب في مشاكل وسنين الحبس. فكر شويه راك مازال صغير. هادشي كنعرفو مزيان سعادة المذيع. على محل كنعتذر إلا خديت من وقتكم شي كثير، وكنتمنى أن هادشي كله يكون مجرد دعاية بخصام من مجهول وماشي قضية. على حسب ما فهمت منك هذا كيدار لي طيق في نفسه، انما ما كنظنش تكون عنده شي حاجه صحيحه. في نظري الهدف ديال هاد الناس صافي يكون غير مادي. مادي او سياسي؟ لا يا سعادة المدير العام، السياسه بزاف عليه. الصحفيين على العموم كيعيشوا في البؤس، وهذا في نظري ما غادي يكون كيقلب غير على التدويره. المهم تصرف، انا ما بغيتش هاد الشيء يتصبح. سي خالدي هذا بغيت نسول على واحد الصحفي كيشتغل عندكم في الجريده سميتو توفيق. هي هو هذاك سليم توفيق. اسمع الله يخليك، شوف راح ناكل ما تراه فين. شكون انت؟ اشكون انت؟ موك الله باش تعطي الهوا بيه. سليم ما سليم، سليم كيعرف شغلو. انا هنا باش نعاون ماشي باش نقنعو. المهم جبنا الهم والقمع اللي حنا فيه. اسمع اسمع اللي الكلام هو هذا، حنا غنذكرو مع المدير ديالكم. مدير ما المدير؟ مدير عارفني انا مونيكا. اسمع السي كلمه واحده، اللي بجهدك ديرو يبقى ديرو. واخا ما كانش مزوج سليم كان عنده حتى هو حقه من المشاكل العائليه، مشاكل ديال مو ديال باه وكثير شي ديال واحد خو صغير. سليم كان هو البكر، انتم ما كتعرفوش شنو هي المسؤوليه ديال الاخ الكبير او الاخت الكبيره في المجتمع ديالنا. شمن عاوي؟ الله يرضي عليك، راه غير انت اللي حنان عليا. وطارق ما جبتش ليا هذاك المسخوط نهار ما طال هو كيبرم في الجوانات وفرع لي راسي بهذيك الموسيقى ديال دراويل الميريكان. تا هو يسولني اش خصني ولا شنو بغيت، كنكون يا وليدي مريضه كنموت الشكوى والنخله. والله ما يسولني كيف بقيت، والصخره هي عدوته. والله ما كيبغي يتسخر ليا. ما خطا الا بغي يمشي عند هذاك الزناس واخا يكون في ثلث الخالي وشتا خيط من سما. الويله طريق دابا نهضر معاه، وهاد الهضره راه عيب منها. ايوا شنو زعما؟ قول لي المره بتاعي فارغه وليتي كتدخلي وتخرجي في الهضره. الا لا شكون اللي قال لك شي حاجه؟ انت مازال صغيره وما كتدخليش وتخرجي في الهضره. هانا فرغي عليا قالك. ايه مازال صغيره وباقا تشد فيا العين. ما كانش اللي مرضني في عظامي وصحتي قد هذاك العقروش ديال باك اللي قال لك مشى يتزوج حتى ولات عنده 80 عام بدريه قد بنت بنته. امي علي اختك عندنا. انت هي الملكه ديال الدار. الله يرضى عليك ويكون منك الزرع والزريعه. نعم.
الو سي سالم توفيق، هذا مدير الديوان ديال سي جمالي. ما تراتش نتلاقى بك وندير شي بليت تجميع. طبعا شي محل غير اسمي. شنو ظهر لك نتعشاو جماعه هاد الليله الا ما عندك مانع؟ طبعا اذا نتلاقاو في مطعم الموحدين مع 8. الى اللقاء سي سالم. قلع، شكون اللي كان كيهضر معايا دابا؟ شكون؟ صاحبنا من التصبيح مدير الديوان ديالو. بغيتي مهمة معلم. مهم؟ ملي شي واحد بحال هذا كيعرض عليك تعشى معاه، هذا كيعني بلي فكرجو العجينة، أولا؟ باش، ولكن عندك الثق فيهم، راك كتلعب مع الدياب اللي ما كيتسناو غير الوجيبة فين يفرسوك، إيه، حضر راسك منهم، وعندك تنسى السؤال المهم، واش مازال مصممت تمشي حتى النهاية؟ عمرني ما كنت مصمم بحال هذا. فعلا كان مصمم. فهم باللي زعزع الجمال والطموح ديالو زاد، كان مقتنع باللي كان خاصو يمشي في هذا الصراع حتى النهايه، ولكن انا كنت خايف من الشجاعه ديالو وهو ما كانش حاس بالخطر اللي مهدو. اهلا سي سليم، تفضل. شنو تشرب يا سي سليم؟ واحد سكوت. زيدنا واحد كيكيت نوار. هاد الميني عندهم شحال طويل، وحاجة كتنسيك أخرى. بعض المرات الاختيار كيكون صعيب. أكيد. بزاف المرات الاختيارات كيكونوا صعاب. اتخاذ القرارات كيكونوا اصعب. دابا احنا هنا بجوج في مطعم بحال هذا، انت موظف سامي وانا صحفي بزاف. هذا كله حيت عندك شي حاجه باغي تقولها ليا، وما تكون غير شي حاجه مهمه. مهمه؟ انا كنقدر هذه الكلمه هذه، لان في الحقيقه حتى حنا ما كنقدروا مع هذا الانسان اللي هو مهم. انت مثلا صحفي، ولكن ماشي اي صحفي، انت صحفي مرموق، نقدر كاع نقول بلي صحفي بارز. اذا بالنسبه لنا كتصبح شخص مهم، فهمتي؟ حسب واحد الاستطلاع بسيط، انت الان كتعيش عادي بفحل ابارتومو على قد الحال، وكتربح واحد الاجره بائسه اللي كتقسمها مع الوالده ديالك. باختصار ما كتعيشش في رفاهيه، مرضات الوالدين وحدها ما كافياش. بصراحه انت دابا كتهضر وانا جاب لي الله بحال جالس مع كوميسير الاستعلامات العامه، ياك ما انت منهم. مع العلم باللي انت شخص مهم، من حقك ومن واجبك باش تعيش بحال اي شخص مهم. عنده الحق في سكن مريح وفي سياره، هذا غير في البدايه. هادو باش تقلب على سكنه اخرى، سكنه مريحه. وهادو باش ما تبقاش كتقرص في الطوبيسات. عمري ما شديت بيني ديشي مبلغ الفلوس بحال هذا، ولا سوار ديال الطوموبيل، بيني وبين كاع ما عندي البيرمي. بشر ضايع قدام المادة كيف قلتي، غالبا ما الاختيار كيكون صعيب. المعلومات اللي عندك عليا كلها صحيحة إلا واحدة والأكثر أهمية، وهي انني ماشي من هذوك اللي كيبيعوا الماتش، ولا عايش في الفقر. نحس براسي مرتاح حيت مطمئن مع نفسي، ومن شي واحد بحالك كيبغي يشريني كنحس براسي مهم.
ملي كان لوح الفلوس على وجهه كان حس براسي اهم. سير عنده قول ليه انا مش في البيت. ما تنساش قول ليه بلي ما غنتهنا حتى نطيحوا على ركبه. طيحني على ركبي انا هذاك الحمار البائس ما ويحلاني غادي نهبس عليه بحال شي سرق الزيت وكنقسم بالله العظيم اما باقي عمري يكسب حظ واحد في الجريمه. نحلبوا الكب. واحد الصباح رئيس التحرير وقف عندنا في البيرو مع واحد ولد مازال صغير جايبو معاه تكون في عمره شي 25 سنه وباين عليه حشومي ولكن الحشومه ديالو كانت غير مضار. اسمه ربيع علي ربيع. السلام عليكم سليم عمر علي علي عاد تخرج معاهم غادي يصطر هادو هما اللب ديال صاحبين في هاد الجريده وانتم حكوه برضو شي شويه الله يهنيكم. خذ كرسي وريح هنا اللي لقى شي بلاصه كيجلس فيها. جلسي بعدا لي ستاجير اللي بغاو يتعلموا الحرفه ديالهم تي خصهم يبداو بالصفره هي الاولى هي القاعده ديال الدار. الصخره ديال اش؟ القهوه مثلا مضاعفات سير جبنا شي قهوه سكره وحده ليا انا جوج سكرات. حرام عليك صاحبي السيد باغي كاع باش تخوصه الاولى نزلتي عليه القهاوي. هذه هي الطريقه الوحيده باش تدير منه الحشمه حتى انت نزلتي من تما على نفسي. دابا 7 سنين 12 عام الوقت كيطير. ها فين القهوة؟ انا كومونديتها. وعلاش ما جبتيهاش؟ انا تسخرت لكم حيت قلتي هذه القاعده ديال الدار لي ستاجير خصهم يتسخروا ولكن باش نخلصها اسمح لي. خذ لك ابا عمر الجيل الجديد عارف ايش باغي. ما عليكش الو اسمعوا يا حلوه ديك مزيان الحوار اذا مازال باقي تدخل في اللي مال عليك غادي نبغي لك مشكل كبير. شكون اللي كيتكلم؟ كيتكلم رجل موقع الحوار. لو كتعير في التليفون بحال المرأة باني إذا كنت راجل. لا بان بان في الوقت المناسب واسمح لي إلا زعجتك في 3 الصباح أنا غادي نقطع باش نخليك تكمل نعاسك إلا مازال ممكن يجيك النعاس يلا سير تنعس. مازال ما كتعرفنيش أولادي واحد فيكم ما كيعرفني أنا بغيت العكس وأنا مرات العزة واخا تكون تهدو فيا شوف اسمعني مزيان لا حاجة ما غتمنعني باش ندير خدمتي كتسمع حتى حد ما غادي يمنعني باش ندير خدمتي كتسمعوا حتى حد ما غادي يمنعني باش نقول الحق والو يا ناس كان ما كان غير نصيحة اش بغيتي عندي يا مون فري اش
علاش كتسالني؟ كنت غارق في الناس هادي سنين وانا ناس وكنحلم وحمر شي حد ما جا فينا وتجي انت تخسر لي ناسي وحتى انا غادي نحرم عليك ناس وغادي نغني على راسي قولوا العام زين الولاد قولوها يفرح الفلاح قولوها اجمل شيء لا لسي ولا فتي ولا حرف اذا ذبحت فاتقني الدم اعطيني حجون في مال جهنم كيفاش غنبرع انا بلي شي واحد ادني التليفون شوف اسي بلا حجة غادي يقبونا بلا حجة غادي يشدوا الجريدة بلا حجة غادي يجمعونا هاد المقال بالنسبة لي مهم ينزل على الأقل يعرفوا بلي أنا التهديد ديالهم ما كيخلانيش شوف ما على سبة سيدي على سبة كيطلق موضوع على صفحة أعطيني حجة وحدة نعطيك الصفحة الأولى حجة وحدة أنا مقبر جمالي صافي سديها راك عاود هادشي لا وليدي ما نعسى شي كنتسنى خوك حتى يجي باقي ما دخلش باش نحليه الباب علاش راك ما عندوش الصوارت والضرا وليدي ربعه ديال الصوارت غير الله يعطيني الصبر معاه وخلاص شنو هذا العشاء ديال خوك خذ منه وليدي شويه لا لا ديال عندي غير خليها وليدي انت ما عندكش لا غير خليها خذها امي انا جيت عندك بغيتك تدعي معايا انا محتاج الدعاء الله يرضي عليك الله يغلبك على عديانك الله يعطيك الرضا والستر
عمر، هذا سليم، اسمح لي اللي ديرونجيتك في الساعة. عمر، ما تصور شنو قال لي اليوم. بغاو يوصفوا عليا، كتسمعني يا عمر؟ بغاو ينحيوني. كنسمعك كنسمعك. تعدل مع راسك ما تخافش. ما بغاوش يقتلوك. بغاو يرحلوك. ثق بيا كون بغاو ينحيوك وما تقتلوش. دابا حاول تنعس غدا إن شاء الله نتاكلو في الموضوع. يلا قطع التليفون وحاول تنعس. انت عم كلام نبتك مرلين وانت وحل تداو وانت خيطنا اصحاب الحال راه ما غاديش يطلقوا منك من غير لما طويتي الملف ديال الجمال والو ما غاديش نطوي ومع ذلك كنحس بشوية الخشم عرفتي اش غادي يجيك مليح غادي تمشي عند هاد السي الجمال وغادي تقول لي رخف عليك حتى انت غادي ترخف عليه ابدا ما غاديش نرخف عليك وما غنساش هاد القضية دخلت عليك والله عمر الا سمعت كلامك واش انت براسك بدات تفتخر بيا ما كنظنش فعلا انا كنحس بشويه الخوف ولكن هذا ما كيعنيش انني هويك ماشي عيب الانسان يحس بالخوف اولا الو مساء الخير سي سليم اهلا قرا التعبير كل نهار مازال ما بدل حتى شي اشاره اللي كتعلق بالجمالي شويه ديال تبتعافك يمكن لي انت حتى حاجه بلا حوجه صحاح راك ورطتيني انت مخبي من عاقل الوجه ما كنعرف سميتك سميتي ما غاتفيدك بوالو لا بالعكس الا ذكرت سميتك يمكن لي نكتب المقال ديالي لان عندي مصدر الخبر سهل الواحد يهز التليفون يبدا يقول لي بغا الامر سهل انا مخبي لكن انا كناخذ مسؤوليتي وكان بدي اسمي المقالات ديالي الحقيقة بحالك بحال اي صاحب اللي كيخبي الو 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 هل كان اخوه هو ما شافش راسو الشمال ما كيشوفش حتى بكوه هو شكون الحمار ديال الكوه باش يحكم عليا على الكوه انا ما كنخافش نقول الحق وغادي نقولو انت اللي مخبي ومخلع انتوما اللي مخلوعين حيت مخبيين استسلام قال راسهم شعل من الكوع كلكم حوالا يعني بديل لك هذا اللي عندي كدير هنا بحضر الليل كاين شي قانون كيمنعني نخرج للسنقة بحضر الليل اللي ممنوع بس الصحفي هو الصداع بحضر الليل والناس ناعسين اسمح لي كتوقع لي هاد القضية بعض المرات كنبغي نعبر بصوت عالي كتبغي تعبر بصوت عالي في الزنقة حضرت لي انت خطر هاد النوبة إلا بغيت تعبر سير لداركم وعبر بيتك النعس وفي السكات يلا سير تنعس أيها المواطنون عبروا في صمت وداخل غرف نومكم وتبقى لي على خفيف في أغلب الأحيان المواطنين من توجيه التهم في وضح النهار فضح الشرطة في استعمال السلطة الذي يحدث يوميا على مرأى العين إضافة إلى الزبونية والرشاوي التي أصبحت من مميزات عدد كبير من سامي الموظفين ونتساءل إلى متى سيفرض علينا أن نعبر في صمت وداخل غرف نومنا Thank you.
مهرمان مزيان، وانا حتى انا كنحاول ندير خدمتي ديال الصحفي مزيان. حنا بجوج عندنا نقطه مشتركه، تبيعت. غير انا كنبيع بكروش الحرام، وانت كتبيع بهذوك اللي كيهضروا بزاف بحالي. ولكن انا كاع ما تحتاج تبيع بيا، كيعرفوني مزيان. مرة كيعيطوا لي في التليفون، كيعطيوني النصائح. عندك تقرب لهذا، عندك تبقى صايغ بلادو في الظلام حتى تطيح وترى لك شي حاجة خايبة. وانا كاع ما عندي بيربي، كيخافوا عليا. الله يسمح لنا من حق الوالدين. اتصرف ياك وسير تنعس. ودابا اللي يهضر معاكم كتقولوا ليه سير تنعس. حنا نبقاو غير كنعسو، العام اللي جا لقانا كنعسو. كرا تكر كيف ما تدرج. عندك صحابك انا سكران ما عجونا ليك. مرسي بيا مونامي. ما تسمعنيش يمكن تعطل، كنعرف ان الوزير عيط هي شي حاجه مهمه. سامحيني الا هربت عليك هاد الليله. مالش عشيني. أنا شو بعرف كل شيء. اسمعني من عندك. شو وش صارلك؟ عمرك ما بقيتي سمعني بلا ما تشوف. لا الحبيبة ماشي اليوم هيك لبس ما بقيتيش كتبغيني. جيت غير باش نشرب معاك كويس، ولا ما عيطش ولا ما جيتش راه ماشي داكشي اللي كتنوي. المشاكل وخلاص. ما عاودتيش ليا مشاكلك، من غادي تعاودو؟ يلا عاود لحبيبتك. كاين واحد الصحفي كيقلب عليا، المصيبة انه الصحفي من داك النوع اللي ما كيتشراش، وهذا علاش هو خطير. كاين شي واحد اللي ما كيتشراش غير يمكن ما عرفتيش تصرف.
الا بغيتي نكلي نساعدك. فكره مهمه، ولكن خصك تعرفي بانه راه ماشي سهل. اعطيني سميتو. الو سي سليم، الله يخليك متقلقش، عارفك غادي تكون غضبان عليا ومعاك الحق. كنطلب منك تسمحني الا تكرست عليك وكنتاسف الا شكيت الشجاعه ديالك. قريت المقال الاخير اللي كتبتي وعطيتني امل فيك، وانا كنوعدك اللي غادي نكون عندك جميع الحجج اللي تساعدك باش تصفي الجريمه في الحبس. غير صبر عليا شويه. وعلي انا في انتظار الحجاج، الله يعاونك. الو سي سليم توفيق؟ ايه هو هذا، شكون بغاك؟ معجبة المقالات ديالك، فكرت نعيط لك باش نهنيك على المقال الاخر اللي كتبتي. العفو لله، انا ما درتش خدمتي. قلال الناس اللي كيديروا خدمتهم بهذه الشجاعة. هادشي كنت باغية نقول لك من القلب وبكل صداقة. كنشكرك على هاد اللطافة والتشجيع ديالك، ولكن الناس سمحتي مدام منين جاتك النمرة ديالي؟ فلانيغ، وأنا ماشي مدام، حبيبة. ودابا غادي نخليك، اسمح لي لبسلت عليك. لا لا حاجة، غير إلا جات على خاطرك يمكن أن نعاود نتلاقاو شي نهار إلا بغيتي. علاش لا، ولكن خليها تبقى مفاجأة. واخا، مع السلامة. وشكرا. خوك ما بيش ها؟ انا متاكد غدا غتشوفني وغدوخ، ولكن بلاتي ولا كانت جات حبيبه شي وحده الجوع ما فهمتش. وما نعرف الانسان ما خصوش يتغرم الاصوات الجميله في التليفون شحال من واحد تصيد، ولكن بيني وبينك الا كان بحال الصوت بحال الجسد غتكون كتحمق. على الاقل شوف فيا منين كنت كنهضر معاك وانت كتعرف غتاكل حيوان. بغيت نشوف السي سليم توفيق الله يخليك. السي سليم هاد الساعة ما بغاش يخدم. تفضلي انا غنمشي معايا. سليم واحد السيدة كتسول عليك راه كتسناك في البيرو. سليم يا حراقية، أنا مشيت تفرق عليك بين يديك. سولتي فيا؟ سليم توفيق هو هذا مدام؟ ماشي مدام، حبيبة. عرفتي عليا؟ تليفون معلومة عقلت عليك. علي علي كيسول عليك اخويا في المطبخ. مازال كيعجبك المقالة ديالي؟ داكشي اللي شفت وباش نقول كلمتي طبعا. ظهر عليك حشومي شي شويه. انا لا بالعكس. يمكن لي مكنيه. علاش؟ اه
ما عمرها دارتها. الجو ماشي ديال المذاكرة. إلا بغيتي نمشيو لشي بلاصة. لا معليش، غير كنت دايزة، باقي عندي شي شغلات خصني نمشي نقضيهم، ولكن ممكن تشوفهم من بعد. محنو طبيعة الحال وكاع عندي اختي شي قهوة زوينة. قهوة؟ كيدار لي شي عشا في شي غيستوغون يكون حسن. ها؟ الدنيا هادي. إلا ناكلو شي حاجة خفيفة عندك في الدار مثلا. هذه فكرة، ملي شفت أنا كنطيب كنطيب مزيان. بلاتي. وي. مازال ما عطيتك العنوان. جاتني بحال ريحة المويه. سمحي لي على قد الحال، خويك عمرو ما جاو عندي شي بنات من غير صاحبي عمر اللي خدام معايا. راك شدني بحال ريحة الغمولية. على ود داكشي قلت لك نمشيو لشي قهيوة أخرى نجلسو فرحتنا. لا لا ماشي داكشي اللي نيتي، غير بغيت نقول هو أنني كنت كنصورك عايش حسن من هكا. خويك راه غير صحابي، الصحافة في هاد البلاد ما كتغنيش مولاها. وليني واخا هكداك عزيزة عليا حيت كتعطيني الفرصة باش نعبر، واخا اللي كيقول ليا سير عبر بالسكات في بيت النعاس ديالك. هذاك الشيء علاش كتعجبني؟ شي كويس. كي جيت تبقى نجدك؟ جات معاك. وانتي كي جاتك الفيلا ديالي؟ ما فهمتش كيفاش عايش في بيت واحد كتاكل فيه تنعس فيه تخدم فيه. يا هادشي اللي عطا الله، غير هاد الايامات تعرضت عليا شي حوايج كون قبلتها. لا ما بغيتش. علاش؟ حيت كامو. ما كنظنش انت كامو. تكلميني عليك، ما كنعرف عليك والو. انا انسانة عادية عايشة في الشر في وسط بعضها و ياك ما بديت كنبان لك شي شكل. لا عادية. يمكن لي نعاود نتكلم معاك في التليفون. لا بابا ما كاينش لي عيد للدار، انا غنتصل بك. خوكم غيتبرع عليكم بالفطور اليوم، شكون اللي غيطوع يجيب قهوة؟ ايوا الشباب، سكر على عمر وجوج ليا وكاز الحليب الدراري الصغار. ايوا واخا بابا حقران ستاجير. اش من حقرة؟ رد معاك السرف راه 5 دراهم هاديك. با عمر عندي واحد سكوب ما قلتو لشي واحد. سكوب؟ خوك مزعوط. اتفرج حاسك الحراقية بيدي. ناري ناري يا خويا كتهبل. اسهلي لك اخويا ديما زربان سيدي الله، هذه 24 ساعة باش تعرفتي عليها وبزاف. اه ويلا قلتها ثق بيا. واخ وهي ها
هي شنو هو ولد هي ما عرف كتعرفوا مال هيات كي بغيو يخبيو في الاول ولكن كنظن كتبغيني كتظن سليم خذ هذا غير شويه ديال الوقت الوقت ابا عمر انا الوقت هو اللي ما عنديش واش شحال وانا كنحلم بحمامه طيح في يديا بحال هادي وكنت دابا كتقول لي خذ شويه ديال الوقت باغي نقول لك انا معقداني داكشي بغيتك تقول لي نهدي ليها شي حاجه زوينه رخيصه ومعبره انت عندك الخبره زوينه رخيصه شي قصيده شعريه جبتيها في الارض مساء الخير توحشت صوتك وقلت نعيط لك ربي يخليك هذا شرف كبير شنو كدير كنت خدام في واحد الملف مهم اسمح لي ديرانجيتك لا لا ابدا انت عمرك ما ديرانجيتيني وزيد نحب لي ما مشغول غير بيك حتى الخدمه اللي عندي ما كنقدرش نركز فيها صح واخا هاد الملف عندي مهم خصني نجمع غير الحجاج ونكملو تكون انت هي اول وحده نقرا عليها الاستطلاع ديالي باش تعطيني رايك ها واخا حبيبه وقيلك كنبغيك دابا خصني نخليك سمعت الصوت ديال بابا وبعدو يشوفني في التليفون دابا نعاود نعيطلك سليم وقيلة انا كنبغيك انا مشيت سمعتي قالك غادي ياخذ الراي ديالي قلتها لك كل بشر عنده نقطه الضعف ديالو خصوصا نتوما الرجال خصك اللي يعرف يتصرف على هاد الكلمات الصح كي كنظن فهمتك الخاتم اللي قلت لك عليها جاتك على عيني وراسي الو اهلا شكون انت صافي كنت راه في امك راك تحسنتي في التصرفات ديالك كلشي كيمشي بخير ما فهمتش بغيتي تقول كنتكلم مع بعض الصحابه الجديده واكد نبغيك راك غادي مزيان سكر نسى من بالك الناس اللي وعلي هاديك اسمعني انا ما كتسول ديال خويا الطوبيل والطوبيل ديال مولاي كان تمام بوليس اسمح لي والله ما عرفتك شكون هذا الطوبيل الطوبيل سيدي مولاتها صاحبته واحد الشخصيه مهمه من دوك اللي في الحكومه دوك اللي كيكميو السيجار ديال الف ريال الواحد اسمع اسميتها كريمه كريمه ولا حبيبه لا كريمه من دوك ذاك النوع ديال صحاب عرفتيهم ذاك النوع إلا سخرتني شي صخرة كاين غير 5000 فرنك كل مرة صافي صافي حنا مانعرفوش شكون مولات هاد الطوموبيل هاد الهضرة كلها ما عندنا ما نديرو بها سير الله يخليك قبل شغل اسمح لي صافي مازال ما جاش هاد النهار ما كاش لي شحال يكون مازال كيبان هادي أول مرة اللي كيتغيب تكون فيه لقريب الحلاقم بيت سكران وصبح متمن عمر سليم ما كان كيجي معطل الخدمة وهاد القضية تعلم على باه الله يرحمه كان تيقول ليه وهو صغير شوف ولدي الإنسان اللي كيحترم نفسه عمره ما كيجي مأخر لخدمته
بوها كان مخزاني، ولكن سليم تغير تسيف سكنات غير كريم صوروا على وعده وسعدوا لك يكتب الشعر. علميني ما الحب، علميني، علميني ما الشوق، علميني تراهل كيفما. شو مش تنزح كده بس على نسيتي اللي روحها القديم، علاش ما جيتش الجريمة؟ توجتي على والو بابا. على والو؟ واش جالس كدير له؟ خليني نسول عليك هذا الصباح، بغي يعرف فين وصل الملف ديال الجمال. الملف انا خدام فيه، كنتسنى غير الحجر. خذ. باقي ما رسمهم ليا صح ديال المجهول، ونيت. بيني وبينك بغيت نبقى بوحدي، نكتب قصيدة للحبيبة. جابك الله تسمع. قصيدة؟ واش أنت باقي تسير للمراهقة؟ سي سليم توفيق الصحفي المرموق كيكتب قصيدة لواحد خيتي الله عارفها. خبر ومالا ما فيها عيب، كنبغيها وتهني كتبغيني وقالت عليا. اسمع اسمع القصيدة. حبيبتي حبيبة ما اسمهاش حبيبة، اسمها كريمة، ومصاحبة مع شي واحد من الفوق من الناس اللي واعيين عليك. عمر شوف، من اليوم كل واحد يديها في شغل الله يرحم فوق. انا ماشي دري السير باش بدا تتعامل معايا هكذا. وزيدون وقيل انت عندك شي مشكل، وبكل صراحة مشكلك قتلك الغيرة. الغيرة؟ أنا؟ يلا معايا وتشوف عينك. يا عمر غادي نرفع عليك دابا، ولكن غادي نرجع عليك في العشية باش نديك ونحل ليك عينيك. وخاصك تعرف الكامبو، حيت انت دابا وليتي كامبو، خاصك تعرف بلي ما يمكنش تجيني الغيرة من أعز صحابي. عمر ما ديش عليا، ما قصدتش، الانسان ما فيها وانت بعقلك زعما. العشية خليني نمشي ليه، اش كدير؟ خليني نمشي ليه، جلس الله جلس الله. كل ما نتكلم بعض حتى انا ما قدرتش نقول لي شي حاجه، السكوت ديالو كان خالعني، في وجهو كان كيبان الغضب والشمتة والإحساس بالضعف. بغيتي نطلع الريح معاك شوية؟ لا بغيت نبقى بوحدي. Thank you.
سيدي عاود ثاني. حبيبتي كريمة. بلاصة كنبغيك. شكون انتي فيهم؟ حبيبي ولا كريمة؟ انسر. شنو؟ انسر. شنو؟ شنو؟ علاش؟ علاش؟ حط الفلوس. ها؟ لا ما نسخش فيك، ما نسخوش، عندي هو اهم منك. قولي لهذاك الحمار الجمالي انا اللي غنحفر لي قبره وانتي حتى من بعد. حسابات مخصوصة كريم وجمالي ميمون التعلب مواري الحشيش والجمالي قلت لك نطيح حسابات كاملك سهل الماتش
سليم فين انت؟ لا عمر ما كاينش، مشى لمراكش لتغطية ديال الماتش. ياك لاباس. واخا شوية نعم. هادو هو تاعك كنتسنى صيفطهم يا صاحبي المجهول. شوف انا الحوجه اللي غادي يغرقوا الجمال خليهم عندك عفاك، ما نعرف الوقت والزمان. علي ناول عليك مالو ها كل مو بسليم يتضح جليا أننا أمام حالة رشوة من درجة عالية. يدين السيد محمد جمال المدير العام الحالي للمكتب الوطني للوقاية الاجتماعية هذه الحالة التي تصحبها كذلك المتاجرة في المخدرات، فكل الحجج المادية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أيضا تطاولا وتحويلا لأموال عمومية، دون أن ننسى الشطط في استعمال السلطة الذي تخوله امتيازات الوظيفة. كل هذا يشرح الظروف المشبوهة لحياة محمد جمال، يفسر مصدر ما أصبح لديه من أملاك وعقارات طالها بشكل جسري، خاصة منذ توليه على رأس المكتب السالف الذكر. لقد حان الوقت إذن لتنديد ولفضح كل الكل يتساءل عن ظروف الموت الطارئ للصحافي الشاب سليم توفيق. فحسب وجهة النظر الرسمية فإن الصحافي قد توفي متأثرا بجروح بليغة سببها الاعتداء الذي تعرض له بعدما حاول أحد الرصاص سرقته. مجرد حدث عادي. ويتضح من خلال تحقيق سليم توفيق أن كل الحجج الدافعة التي أوردها تدين بشكل ملموس وتثقل كاهل جماله الذي وصل هذا الغنى وهذا الجاه عن طريق الرشوة والشطط في استعمال السلطة. ولكن في دولة القانون لا يستطيع أحد أن يعلى على الحق. شي يومات من بعد ما تنشر المقال ديال علي جاتنا الخبر بلي الجمالي مات. قالوا انتحر. حتى واحد فينا ما صدق الموت ديال هذاك الشفار، ولا سيما الانتحار. من بعد الموت ديال سليم علي خد بلاصتو وولينا كنتلاقاو في القهوة ديالنا، عمرنا ما نسيناه. كان بحيلة ما ماتش وكنتسناوه يبان على بغطر القهوة. أنا وعلي يلاه كنا كنفرقوا هذيك السلام، حتى واحد فينا ما كان قادر يهضر أو يقول شي كلمة. Thank you.
سليم توفيق، علي ربيع وغيرهم، رجال اللي نبلوا بحياتهم بالصحفيين الشباب اليوم يعبروا بأكثر حرية باش يهدموا حجرة بحجرة الصور ديال المحرمات، حتى يمكن المفهوم ديال دولة القانون يصبح حقيقة. We'll be right back.